مستقبل مجهول لمتعاطي المخدرات الذي بات آفة تستفحل في المجتمع العراقي، فالسير في هذا الطريق يراه مواطنون ضياع يودي بحياة ومستقبل شريحة كبيرة ومنها الشباب، والتي تتنوع نسبة تعاطيها بطرق مختلفة تؤدي في النهاية إلى الانتحار في حالات كثيرة بحسب وصفهم. كثير من الشباب اللي موجودين بالعراق ما يتوقع مستقبل شو راح يكون. قدر الإمكان أن نوصل المعلومات لهذا المكان لهذا المصدر، وإن شاء الله نوصل إلى مستوى أن نقضي على هالمادة هاي. وتزداد نسبة تعاطي المخدرات بين الفئات الصغيرة من المجتمع وفي المناطق التي تعاني الفقر والإهمال. المديرية العامة لشؤون المخدرات وللحد من تلك الظاهرة نظمت حملة ببغداد لنشر الوعي الثقافي بين شريحة المواطنين في عدد من مناطق بغداد والتعريف بمخاطرها ومنع انتشارها. دابت مديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تقوم بهذا اليوم بممارسة لنشر الوعي الثقافي عن طريق توزيع بوسترات الخاصة بالابتعاد عن المخدرات، حتى تكون عندهم وعي بهذا الموضوع. نحن نعول على جيل الشباب الواعي من خلالهم، ونعول على الآباء والأمهات المحترمين لغرض الوعي من هذه الظاهرة ومن هذه الآفة. احنا عوائلنا الكريمة تحاول ان تراقب اولادها. تطمينات وضعتها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، فضلا عن تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن متعاطيها أو من يعمل ببيعها، مع الحفاظ على سرية المبلغ لإشراك الجميع في محاربة هذه الآفة. جهود مكثفة من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات لمكافحة هذه الآفة، لا سيما بين الفئات الشبابية، والحد من انتشارها عبر نشر حملات التوعية للقضاء عليها. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية.